مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ذا دير. الفيلم بيبدأ مع واحد متجوز اسمه جاي جاكسون، وهو بيتكلم مع مراته عن خطته لحضور مؤتمر تاني يوم، وبيدخل يلعب مع بناته بوبي مولي قبل النوم. بيظهر شخص مجهول بيتمشى قدام البيت وبيراقب العيلة. مراته بتسمع صوت غريب حواليها لكن مش بتهتم وبتمشي، وبيروح جاي يدور على كتاب القصص بتاع بناته، وفجأة بيتفتح الشباك. بيستغرب في الأول لكن بيشك إنه مجرد رياح، وبيرجع يدور على الكتاب، ولما مش بيلاقيه بيفتكر إنه ممكن يكون نسيه في العربية، فحاول يخرج ويجيبه، لقى الباب مقفول، راح عشان يجيب المفاتيح، ولما رجع لقى الباب مفتوح. ساعتها شك إن في دخيل جوه البيت. فجأة بيسمع بنته بتصرخ، ولما بيروح لها بيلاقي مراته على الأرض فقد الوعي، وهنا بيتأكد إن في حد في البيت. أخد سكينة واستعد عشان يواجهه. استخبت بوبي تحت سريرها، ولما راح جاي يطمنها ويحاول يخرجها ظهر المجهول من وراه، ضربه وأفقدوا الوعي. وفي نفس الليلة متأخر فاق جاي ولقى نفسه في كبو مربوط في حيطة، ومعاه ثلاثة تانيين مخطوفين، واحدة اسمها كات واتنين آدم وبول. بول كان قرب يموت خلاص لأن اللي خطفه عذبه جامد وسرق معظم أعضاءه، ما كانش قادر يتكلم ولا حتى يتحرك. وأخيرا لما بدأ جاي يستوعب اللي هم فيه سألهم مين اللي عمل كده وليه، لكن محدش عارف يجاوبه. كل اللي آدم يعرفه إنه كان في شغله كحارس أمن المقبرة لما الخاطف جه وضربه. وبالنسبة لكات كانت سهرانة في حفلة وهي في الجراج مروحة اتخطفت. ساعتها بدأ جي يتذمر ويتعصب وبيقول إنه ما يستحقش اللي حصل له لأنه راجل طيب ومحترم ما عملش حاجة غلط. وهنا بنعرف إن في علاقة قديمة بتربطهم هما الأربعة. ولما قرب من نص المكان لقى دم، فقالوا له إن ده المكان اللي بيقف فيه الخاطف، بيجي وبيأمرهم يعملوا اللي هو عايزه. وقتها بيقفل النور وبيرجع تاني، وسمعوا صوت الشباك اللي عارفينه كويس وبدأ يخافوا، ما عدا جاي لأنه لسه جديد في الموقف. كل اللي بيفكر فيه إنه يواجه اللي عمل فيه كده ويعرف السبب، مع إنه لسه مش عارف طبيعة اللي هيقابله. فضل قاعد ومستنيه يدخل، لكن للأسف بيتفتح الشباك وبتترمي حتة لحمة في النص. بيبدأوا ياكلوها ويشاركوها مع بعض، لكن جاي بيرفض عشان نباتي وبيرميها لبول، فبيقولوا له إنه ما يقدرش ياكل بسبب حالته، والخاطف بيجي يحقنه عشان يفضل عايش. بدأ جاي يحاول يفك نفسه ويخرج، حاول يكسر في الطوب اللي وراه، معرفش، وتأكد إن الطريق الوحيد للخروج هو من خلال الباب، لكن ما بيستسلمش. بدأ يحفر في نص المكان لحد ما لقى جمجمة، وبعد وقت قصير بيلاحظ كاميرا مراقبة جوه الأوضة، فبيبلغهم وبيفهموا إنه طول الوقت ده بيراقبهم. بيتعصب جاي وبيفضل يزعق له وبيستفزه عشان يجي ويواجهه، وعلى العكس كات وآدم بيطلبوا منه يجي يأمرهم زي ما بيحب، عشان لما بيغضب بيخلي حياتهم جحيم. وفي الوقت ده بيشوفهم فرانكشتاين زي ما المساجين بيندهوله، بيغضب من تصرف جاي. فجأة بيطفي النور وبيتفتح الباب، ولما جاي بيشوف حجمه الضخم والقناع المخيف اللي لابسه بيرجع لورا فورا، لكن بيستجمع شجاعته مرة تانية وبيسأله عن مراته وبناته، عايز يطمن عليهم، لكن فرانكشتاين بيتجاهله وبيسحب بول للمنتصف. بيطلع سكينة وبيديها الكات وبيأمرها تقطع من أعضاؤه وتديله، فعلا بتسمع كلامه وبيشوفوه وهو بياكل أعضاؤه. بعدها بيدي السكينة لجاي وبيأمره يعمل زيها بالظبط، لكن جاي بيتهور وبيهاجمه بس بيضربه بكل سهولة. بعدها بياخد كات للنص وبيأمر آدم يخليها تبلع حشرة جواها شفرة، وفعلا نفذ كلامه وبعدها مشي. خرجت كات الحشرة بصعوبة وهي بتنزف، وبعد ما قتلوها لقى جاي الشفرة جواها فبيفك نفسه. ولما فرانكشتاين بيرجع بيزيحه جاي وبيطلع يجري، لكن بره بيلاقي الباب مقفول فبيتسلق من خلال فتحة التهوية. بيوصل له فرانكشتاين بسرعة، بيكسر الأنابيب وبيرجعه للسجن تاني، والمرة دي بيربطه بسلاسل. وبعد وقت قصير بيرجع تاني غاضب، بيرمي لآدم مفتاح عشان يفك نفسه، وبيديله شاكوش ومسامير وبيطلب منه يثبت إيدين جاي في الحيطة، ورأفة بيه بيفقدوا الوعي عشان ما يحسش. ولما بيفوق بيلاقي إيدين الاتنين متصمرين في الحيطة، وبما إنه مش قادر يحس بإيده شدها بره المسمار وفكها، وبعدها بينهار من الوجع. وساعتها بيطلع بول صوت غريب، فبيفهموا إنه عاوز يقول لهم حاجة. بيستجمع آخر أنفاسه وقوته وبيقول لهم كلمتين وهما حدوة الحصان، وبيرسم لهم على الرمل إيده عليها شكل حدوة حصان. ساعتها بيعرفوا مين هو فرانكشتاين عشان شافوا على ظهر إيده حرق على شكل حدوة، وهنا بيفتكروا من 20 سنة اتجمعوا الأربع أطفال، كونوا عصابة وكانوا دايما بيخرجوا مع بعض،
وفي وسط الليل ظهر لهم طفل في سنهم من الضلمة اسمه دومينيك، نفسه يبقى عنده صحاب وطلب انه ينضم لهم. فاخدوه الاربعة كات وجاي وادم وبول وعملوا له سلسلة من التحديات القاسية لازم يعديها عشان يبقى واحد منهم. في البداية اجبرته كات انه يبلع صراصير، وبعدها حطت على راسه عنكبوت دخل في ودانه، بدأ يصرخ من الوجع وهرب من المكان. فراحوا وراه ولقوه مستخبي وكملوا التعذيب. ثبت جاي ايده بالمسامير وحط ادم مجموعة ديدان على وشه وحذره ما يخليهمش يدخلوا في عينيه لحسن هياكلوا مخه ويموت، وسابوه ومشيوا بيضحكوا. قضى دومينيك الليل لوحده خايف لحد ما قدر يخرج من الحفرة ويرجع لبيته، ومن ساعتها بقى واحد منهم لأنه عدى التحديات. وفي يوم طردوه أهله بره البيت، فخرجت كات تقعد معاه وتسليه، وبعدها أخدوه لمزرعة مهجورة وطلبوا منه يدخل المزرعة كآخر تحدي عشان يثبت شجاعته. وأول ما دخل التلاتة هربوا، أما جاي كان متردد مش عاوز يسيبه. بنعرف إنهم أخدوه للمزرعة دي مخصوص عشان الإشاعة بتقول إنه عايش فيها مزارع اسمه كريدنس اللي اتجنن بعد موت مراته وقتل ابنه الوحيد. ولما دومينيك دخل وشافوا المزارع خطفوا وحبسوا، وقرر يتبناه ويربيه زي ابنه، وقلبوا ضد عيلته وأصحابه عشان أساءوا معاملته سابوه لوحده. وفي يوم حاول دومينيك يهرب لكن كريدنس شافه فطعنه بشوكة في رجله، ومع الوقت قدر المزارع يتحكم ويشكل عقل دومينيك، دربه عشان يبقى أقوى وعلمه ازاي ينتقم من أعدائه ويكون عديم المشاعر، وكمان عمل له علامة بالنار على شكل حدوة حصان زي العلامة اللي على إيده. ولما كبر بدأ ينقلب على أبوه الشرير اللي كان بيضربه أحيانا لما بيفشل في أداء مهامه. بيغضب دومينيك وبيدخل أوضة أبوه، وهناك بيعرف إن كريدنس قتل أهله وهما بيحاولوا يدوروا عليه، وكمان عرف إزاي قتل ابنه. ولما كريدنس شافه أخده وربطه في عمود عشان يقتله، لكن لحسن حظه قدر يفلت منه، ضربه ورماه في سائل مغلي لحد ما مات. وساعتها أصبح دومينيك فرانكشتاين. وفي السجن قال لهم جاي إنهم هيعتذروا لدومينيك أول ما يرجع، لكن الباقيين كانوا مترددين، فأول ما دخل رجعوا لورا، وبدأ جاي يطلب منه يسامحه على اللي عمله، فضربه وخوفه وأجبره يحقن ودن كات بحقنة مليانة عناكب، وكانت أوامره شبه اللي عملوه في زمان. بيخرج دومينيك وبيقرر جاي يجرب محاولة تانية، نام على الأرض وادعى إنه فاقد الوعي، ولما دخل رشه بخرطوم دم، فهجم عليه جاي وحاولوا كلهم يضربوه لكن فشلوا. مسك آدم وثبته وأجبر كات تحط دودة في عينه، ولما مشي حاولوا يخرجوا الدودة بسرعة قبل ما توصل لمخه، لكن بالفعل كانت دخلت فاضطروا يخلعوا عينه ويطلعوها قبل ما يموت. وبعد وقت حاول آدم ياخد من جاي السكينة اللي سرقها من دومينيك ويدافع عن نفسه بعد كده عشان ما يموتش. واضح إن آدم هو الضحية التانية، فاتخنقوا مع بعض لحد ما كات ضربته بحجر عشان يهدى، لكن للأسف السكينة دخلت فيه وقتلته وهو بيحاول ياخدها. حست كات بالذنب فلامت جاي ولامت نفسها عشان اتخلوا عن دومينيك زمان، وهي بتهدده دخل دومينيك وبناها، فبدأ جاي يروده ويعامله بأسلوب لطيف، شال القناع بهدوء وأخد السكينة، لكن لما نشف دماغه وصمم يقتل كات طعنه جاي في ظهره، والطعنة التانية دخلت في كات بالغلط فقتلها دومينيك وأنهى عذبها. هرب جاي بعد اللي حصل لكن مش عارف الطريق، فضل يجري في المكان لحد ما وصل له دومينيك وضربه بالفاس في رجله ووقعه من فوق السلم. حاول يغرقه في المية لكن فلت منه جاي وضربه، ودخلوا في خناقة مع بعض قدر جاي يضربه جامد ويفقد الوعي، وبعدها كسر الإزاز وخرج من البيت اللي هما فيه. فاق دومينيك وخرج وراه يطرده، ولما وصل له أمره يقتله ويحط نهاية ليه، أما جاي رفض، فمسكوا دومينيك يحاول يقتله لكن جاي طعنه بالسكينة، وبعدها راح لأقرب قسم شرطة، وبعد ما حكى لهم على كل حاجة رجعوه لبيته وحضن مراته وبناته. بعد 10 سنين كبرت مولي وبوبي وخرجوا يسهروا في الغابة مع أصحابهم، وفجأة بيظهر فرانكشتاين وبيهاجمهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.